التكامل الاقتصادي العربي ده ان شاء الله ان شاء الله اخر درس في الجغرافيا. طيب انا عندي الوطن العربي كام دولة؟ في كام دولة في الوطن العربي؟ 22 دولة بيمتدوا من المحيط الايه؟ الهادي الى الخليج الايه؟ العربي. يبقى محمد وائل تعالى لي هنا. طيب تعالى هنا. طيب الوطن العربي 22 دولة بتمتد من المحيط للخليج، خلاص؟ ممكن طبعا احنا عندنا الوطن العربي فيه موارد متنوعة، سواء الموارد دي معدنية أو حيوانية أو زراعية. رحمة بصي قدامك، خلاص؟ طيب إذا لو اتحقق تكامل اقتصادي بين الدول العربية، ده هيعمل لي قوة كبيرة في الوطن العربي، ويقدروا ان هم يستغنوا عن التدخل الأجنبي أو ان هم يستعينوا بالموارد الأجنبية. رحمة لو كلمتي تانية هوقفك. طيب ايه مقومات وليد؟ بص قدامك يا سيف وليد. طيب ايه هي مقومات التكامل اللي متوفرة في الوطن العربي؟ عندي ان الوطن العربي مساحته كبيرة جدا، موقع متميز، مناخ متنوع، الانشطة الاقتصادية متنوعة. طيب انا عندي في دول غنية بثرواتها المعدنية، دي برضو المقومات التكامل الاقتصادي العربي. عندي دول غنية بثرواتها المعدنية زي موريتانيا، ولو بصينا المعدنية ثروات معدنية هلاقي موريتانيا، مصر، نعم دولة عربية. عربية، دولة عربية. إيه عندي نهدى. مين اللي مش فاهم ايه؟ عندي مقومات للتكامل العربي الاقتصادي. المقومات دي ايه هي؟ المساحة الكبيرة، المناخ المتنوع، الأنشطة الاقتصادية المتعددة. كل دي بتؤدي إلى إن المفروض يبقى فيه، وبقول المفروض، خلاص، إن يكون فيه، هتعرف دلوقتي ليه، إن يكون فيه مقومات دي مقومات، نعم، ده بيؤدي إلى إن يكون فيه مقومات للتكامل العربي. عندي في دول غنية بثروات معدنية زي موريتانيا ومصر والمغرب والجزائر، في دول كتيرة قوي فيها ثروات معدنية. عندي دول غنية بالثروة الحيوانية زي، نرجع السودان للثروة الحيوانية، ومصر والعراق والسعودية والمغرب. عندي دول غنية بمصادر الطاقة زي دول الخليج، ومين تاني؟ ومصر من دول الخليج، مين تاني؟ مصادر الطاقة، الدول الغنية بمصادر الطاقة، ما قلنا مصر، دول الخليج. طيب عندي دول غنية بالثروات البشرية، يعني فيها ناس كتير زي مصر وسوريا ولبنان. عندك مصر والمغرب،
خلاص. طيب بس الناس فيها لازم إيه، نيجي طيب، يعني ايه بقى يا جماعة تكامل اقتصادي؟ ده معناه ان اي دولة عربية ممكن ان تكمل اللي ينقصها من دولة عربية اخرى. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا ينقصنا صناعة مثلا مواد غذائية في اي لا ما ينفعش نقول احنا صناعة نسيج، لان مصر مشهورة بالقطن المصري. لما اجي اقول مثلا ان احنا عندنا تقصير في الصناعات الغذائية عشان احقق تكامل اقتصادي، اروح استورده بس منين؟ من دولة عربية اخرى. يبقى معنى تكامل اقتصادي ان الدول العربية يمكنها ان انه معناه ان اي دولة عربية يمكنها ان تستكمل ما ينقصها من دولة عربية اخرى. بنكمل بعض، ما احنا هنعرف. وعشان كده انا لما بدأت الدرس قلت ايه؟ من المفروض ان دي تكون مقومات التكامل، من المفروض. هنعرف ليه بقى ان ده ما بيحصلش اساسا. خلاص؟ طيب، عشان يحصل التكامل الاقتصادي دي، ان كل دولة تكمل اللي بينقصها من دولة عربية اخرى، المفروض ان في شوية اجراءات تتاخد. زي ايه؟ ازالة القيود على حركة التجارة. يعني انا هشتري حاجة من السعودية او اللي هي الجمارك، المفروض ان ما يبقاش فيه جمارك مرتفعة عشان اقدر احقق التكامل دوت. خلاص؟ كمان عناصر الانتاج، الناس اللي بتنتج دي لازم تاخد حقها علشان يقدروا يشتغلوا. خلاص؟ ما هو ما اه ما هي دي مشكلة، ما هي دي المشكلات اللي بعد كده. ومع ذلك يعني هم بيحاملوا الدول العربية بتحاول تزيل القيود اللي على حركة التجارة وتقوي عناصر الإنتاج، وبتحاول إن هي تعمل اتفاقيات للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، إلا إن مازال التجارة بين الدول العربية اللي هي كنا بنقول عليها التجارة البينية ضعيفة ولا تتعدى 12%. طيب، يبقى إذن في مشاكل، في معوقات بتعوق التكامل الاقتصادي ده. أول حاجة من معوقات التكامل الاقتصادي العربي تذبذب العلاقات ما بين الدول العربية، ما بين تعاون وتحالف. يعني إيه؟ يعني شوية الدول العربية في دولتين أو ثلاثة متفاهمين مع بعضهم، وبعد شوية يبدأ يحصل مشاكل ما بينهم. زي مصر والجزائر اللي بدأ يبقى في ما بينهم من فترة بالظبط. خلاص، يبقى في تذبذب في العلاقة على طول. الدول العربية شوية متفاهمين وشوية في خلافات ما بينهم. ده طيب، ده ايه علاقته؟ ان ده بينعكس على الاقتصاد يا هاشم. ايه علاقة تذبذب العلاقة بين الدول العربية ما بين تحالف وخلاف؟ ان ده بيأثر على التعاون والتبادل الاقتصادي. يبقى اول حاجة تذبذب العلاقة بين الدول العربية. تاني حاجة تشابه الانتاج بين الدول العربية. انا عندي الدول العربية بتتشابه. فاكرين الخريطة اللي كنا خدناها في الدرس بتاع لا الدرس بتاع الصناعة والتجارة، كانت من بين المشاكل التبادل التجاري بين الدول العربية ان الانتاج فيه تشابه. خلاص، دي مشكلة، لان انا بنتج زي مثلا سوريا ما بتنتج، وزينا السعودية، وزي كتير قوي من الدول العربية بينتجوا نفس الانتاج. فخلاص، اذا اللي انا ينقصني برضه هيبقى بينقصك، واللي عندي عندك، يبقى انا هاخد منك ايه؟ ناخد بقى مس ناخد ايه؟ ما هي دي بقى المشكله. احنا بقى، ما احنا يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه، احنا عايزين يبقى في تكامل بين الدول العربيه. لو حصل التكامل ده هنبقى قوه، مش هنلجأ للدول الاوروبيه. خلاص؟ ما هو ده اللي المفروض بقى يحصل. ما هو بنقول لك دي المشاكل او المعوقات. يبقى تشابه الانتاج بين الدول العربية زي مصر والسعودية وسوريا ولبنان.
ما هو يساعدوا بعض في ايه؟ انا اللي انا بنتجه الدولة التانية بتنتجه، في يجي 10 دول بينتجوه. ما هو ده اللي المفروض يبقى فيه تنسيق بقى بين الدول العربية. تالت حاجة ان السلع الاجنبية بتنافس السلع العربية من حيث الجودة والسعر، يبقى تالت حاجة منافسة السلع الاجنبية لكثير من السلع العربية من خلال الجودة والسعر، يعني تمن الحاجة. كلنا بننزل نشتري لبس، ممكن بتلاقوا اللبس اللي بينتج مصر او دولة او من السعودية او من الكويت، هتلاقي دولة اجنبية زي ياباني او صيني او الماني احسن منه في الشكل وفي الالوان وفي الخامة وفي التشطيب بتاعه، خلاص، وممكن يبقى زيه في التمن او اغلى منه شوية او اقل منه، خلاص. فالطبيعي ان انت هتشتري ايه؟ هشتري الاحسن، هشتري الاحسن بغض. مهم، مش كل الناس بس الغالبية بيشتروا ايه؟ الاحسن، تمام. يبقى دي معوقات الايه؟ عندك في تشابه في الانتاج الحيواني وفي في صناعة الأغذية، صناعة، ثواني، صناعات الإلكترونية، في تشابه، احنا الجدول مكملينه. طيب ايه أساليب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي؟ أولا لازم الدول العربية تاخد بعض الإجراءات علشان يتحقق التكامل الاقتصادي فعليا. يا هاشم بص قدامك، هاشم بص قدامك، يبقى لازم يبقى فيه إجراءات فعلية عشان يتحقق التكامل ده. إزاي بقى؟ من خلال إن هما تحديث، يعني تجديد وتفعيل الاتفاقيات بين الدول العربية في المجال الزراعي والصناعي. هو أساسا في اتفاقيات، لا، هما الاتفاقيات دي بقى يجددوها، دي يحدثوها، يبقى تحديث تتجدد، لأن أكيد هيكون فيها بعض البنود اللي ما تناسبش أي دولة من الدول، خلاص. فيجددوا الاتفاقيات دي ويبدأوا يفعلوها، يعني ينفذوها فعلا. تاني حاجة، تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة مشروعات صناعية وزراعية مشتركة. يبقى في، احنا عندنا في كل دولة في قطاعات للحكومة وفي قطاعات خاص اللي هي بتبقى الشركات بتاعة الأفراد. فعلا دي بقى يبدأوا يشجعوها علشان تعمل التكامل الاقتصادي بين الزراعة والصناعة، بين المشروعات الزراعية والصناعية. طيب كمان تطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية، يعني ايه؟ يعني انا عندي في نظم معلومات وخدمات نقل وتخزين، لازم الحاجات دي يطوروها. في معلومات علشان الاعلانات عن المنتجات بين الدول العربية لازم تبقى متطورة، خلاص. في وسائل نقل وتخزين ومواني لازم تبقى متطورة متجددة. نيجي بقى لجامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية دي اللي مشتركين فيها الدول العربية بس، تم إنشائها سنة 1945، والتاريخ ده مهم جدا يا وليد. تاريخ 1945، تاريخ إنشاء جامعة الدول العربية ده مهم. طيب إيه السبب في إنشاء جامعة الدول العربية؟ لتنسيق العلاقات، يا محمد بص معايا، لتنسيق العلاقات بين الدول العربية وتحقيق التعاون. يبقى ايه الهدف من انشاء جامعة الدول العربية؟ تنسيق العلاقات بين الدول العربية وتحقيق التكامل. ايه الهدف من انشاء جامعة الدول العربية؟ في ايه يا جماعة؟ تنسيق العلاقات، يعني ايه تنسيق؟ ايوه، يظبطوا العلاقات بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي. طيب من خلال اللي جامعة الدول العربية دي انشأت بعض المؤسسات والمنظمات اللي بتعمل على التكامل الاقتصادي. عمر وعمر بطلوا كلام. يبقى جامعة الدول العربية أنشأت بعض المؤسسات والمنظمات اللي بتعمل في مجال التكامل الاقتصادي، أو عشان تحقق
التكامل الاقتصادي دي. أهم منظمة أو مؤسسة أو على رأس المؤسسات اللي أنشأتها جامعة الدول العربية عندي منظمة أو مجلس الوحدة الاقتصادية العربي. مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، محمد وائل تعالى هنا، يلا يلا. مجلس الوحدة الاقتصادية العربي ده أنشئ سنة 1959، الهدف منه تحقيق الوحدة العربية. يبقى جامعة الدول أنشأت عدة منظمات ومؤسسات ليه؟ لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، كان على رأسهم مجلس الوحدة الاقتصادية العربي. هنيجي بعد كده للمؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، هنلاقي أربع مؤسسات. أنا هقول لكم الاسم، أنتم بمجرد ما تسمعوا الاسم هتعرفوا دي خاصة بإيه أو مسؤولة عن إيه المنظمة دي. أول واحدة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يبقى دي بتختص بإيه؟ بالزراعة وكل ما يتعلق بالزراعة والحيوان والمراعي والغابات، هي دي المنظمة العربية للتنمية الزراعية. طيب هي موجودة فين؟ المقر بتاعها فين؟ في الخرطوم. الخرطوم دي فين؟ في السودان. خلاص، يبقى كل منظمة هتعرف لي مقرها فين، مكانها فين، والهدف منها ايه يا رحمة؟ المنظمة العربية للتنمية الزراعية مقرها الخرطوم، الهدف من إنشائها تنمية الموارد الزراعية والحيوانية وصيانة المراعي والغابات. تاني منظمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. الغرض منها الاهتمام بالصناعة والتعدين، خلاص، والاستثمارات أو الاستثمارات في مجال الصناعة والتعدين. مقرها فين؟ الرباط دي فين؟ في المغرب. خلاص؟ المنظمة العربية للسياحة الهدف منها ايه؟ المنظمة العربية للسياحة الهدف منها الترويج للسياحة، تنشيط الحركة السياحية بين الدول العربية. خلاص؟ طيب موجودة فين؟ في جدة. جدة دي فين؟ السعودية. المنظمة العربية المصدرة للبترول اللي اسمه الاوبك، اسمها منظمة الاوبك. يبقى ايه هي منظمة الاوبك؟ اللي هي منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، اسمها الاوبك. طيب دي بتهتم بتنسق الجهود بين الدول العربية المنتجة للبترول او النفط، اسمه النفط او البترول، في مجال استخراجه وتصديره. النفط بالطه. خلاص، دي مقرها فين؟ في الكويت. مقرها فين؟ الكويت. يبقى انت كل منظمة من الاربعة دول، اولا انت تعرف هتعرف الهدف منها من خلال اسمها، ثانيا يبقى انت كده عرفت نص الفقرة دي. النص التاني انك لازم تعرف هي موجودة فين، وتعرف ان جامعة الدول العربية انشأت 1945، لان هيجي لك، لا مكتوبة عند جامعة الدول العربية، بيجي لك في الامتحانات مجموعة من التواريخ يقول لك التاريخ ده، او بالنسبة للجغرافيا هيجي لك انشأت جامعة الدول العربية عام 1948. يبقى انت لو مش عارف التاريخ هتحل غلط. انت قلت ايه؟ هو هي غلط. صح وغلط او مع التصويب. خلاص، لما يجي يبقى انت لازم تبقى عارف 45 كده. الحمد لله الجغرافيا خلصت، خلال الاسبوع كله تاريخ. خلاص، وطبعا الاسبوع الجاي كله تاريخ، وان شاء الله عايزين نخلص على اخر الاسبوع الجاي، وهنبدأ نحل اسئلة. عايزه اللي يجي لي هنا يبقى جاي وفي دماغه ان هو مش عايز يعذب نفسه في مذاكرة الدراسات، وتبقى جاهز للامتحان من خلال اللي احنا هنعمله بس، وحاطط في دماغك انك ان شاء الله تجيب الدرجة النهائية. بس لا، ما تتريقش، انا هخليك ما تتعبش في المذاكرة، صح؟ انا هخليك ما تتعبش. ازاي؟ هنحل مجموعة كبيرة من صح وغلط،
وهنحل اكمل واختيارات، كل ده يتحل في كتافك.